طارق، مساء الخير على كابتن طارق. حبيبي يا كابتن فاروق، اخبارك ازيك؟ ايه؟ معلش هما ربنا يخليك السماعه جت قالت كابتن ضيا، لكن انت طارق حبيبي يا كابتن طارق. ضيا. كابتن ضيا كابتننا وحبيبنا طبعا واخوك. كابتن ضيا يا حبيبي. كابتن طارق، يمكن النهارده فوز مهم لنادي الزمالك وثلاث نقاط مهمين في مشوار، اعتقد ان انت مشوار طويل بالنسبه لبطوله الدوري. يمكن السنه اللي فاتت نادي الزمالك فرط في مباريات في بدايه الدوري خليته يبتعد، السنه دي الوضع مختلف يا كابتن طارق. هو بالفعل كانت فروق، يمكن انا برضو يعني لغه ان الزمالك كان وحش النهارده، او الفكره ان الزمالك كان وحش النهارده. الزمالك الشوط الاولاني عامل شوط من افضل الاشواط اللي اتفرجت عليها الزمالك فيها، اداء ثابت، اداء قوي، في سيطره كامله على الشوط الاولاني، في فرص ضاعت، في كوره بتتلعب، ده الكلام ده الشوط الاولاني. احساسي الشوط الثاني كانت فروق بعد الاداء بتاع الشوط الاولاني، اللعيبه ريحت شويه، حست ان الماتش مش صعب بالنسبه لها وخلص بالنسبه لها، وده مشكله او ده عيب في الكره المصريه كلها، ان لما بتبقى كسبان وحاسس ان انت ليدنج على فرقه، بتحاول ان انت يعني بتتراخى شويه. فالتراخي بتاع الشوط الثاني هو اللي عرض الزمالك للضغط الشوط الثاني، وكان ممكن نادي انبي يرجع في المباراه تاني، انما لا، الزمالك كان كويس الشوط الاولاني جدا، واداء كويس ونتيجه كويسه جدا، وفي الاخر زي ما انت بتقول يا كابتن فاروق، اهم شيء في الموضوع الثلاثه بونت بالنسبه لنادي الزمالك دلوقتي هم الاهم، وهما تجميع النقط في الفتره الاولانيه دي هم الحافز الاولاني بالنسبه للعيبه، سواء لعيبه سواء جهاز فني، حتى الجماهير بتاع الزمالك منتظره الثلاثه بونت قبل اي حاجه. يعني شايف الفريق كابتن مباراه عن مباراه بيتثبت في الارض من وجهه نظرك؟ يمكن البعض كان خايف، لكن ما شاء الله احنا شايفين فريق نادي الزمالك الامور مستقره والامور بتثبت اكتر واكتر، اللاعبين ما تفرقش مين معاهم موجود او مين معاهم مش طب موجود. هو بس كان فاروق بعد كان خايف من ايه؟ يعني انا عايز افهم، يعني انا ما حدث في الفتره الاخيره كابتن، وفكره المفاوضات مع لاعبين، يعني لما نيجي نبص تجديد اللاعبين سواء جنش سواء اوباما، يعني بنبص ان يعني دي برضو حاجات كانت قلقه الجمهور، فبالتالي لما الامور استقرت مع الاداء مع النتيجه الامور بالنسبه لجميع نادي الزمالك حاسه بانبساط يعني اكيد. بالفعل هو كابتن فاروق، بس القلق بالنسبه للناس كانت في بعض التجديدات، انما كانت الناس يعني لجنه الكوره اللي موجوده، او المدير التنفيذي كابتن ايمن يونس وكابتن اشرف قاسم وكابتن عبد الحليم عالم مدير الكوره، ومعاهم الكابتن حسين السيد وبقيه اللجنه كلها وكابتن عادل عبد الواحد، كلهم كانوا بيشتغلوا الفتره اللي فاتت لمصلحه ان يخلصوا التجديدات اللي موجوده، سواء شيكابالا، اوباما، شيكابالا طبعا نسيته، اوباما، جنش، فتوح، جنش، ابو الفتوح فعلا. بيشتغلوا في ساسي، بيشتغلوا في تعديل عقد زيزو، بيشتغلوا في تعديل عقد عبد الله جمعه، بس هي العمليه وقت بالنسبه لهم. زائد كابتن فاروق، عشان برضو نبقى منطقيين، نادي الزمالك او اللجنه اللي موجوده سواء مجلس الاداره او لجنه الكوره استلموا النادي ما فيهوش الا 1,300,000، ليهم مستحقات بدأوا يجمعوا فيها عشان يبتدوا يحلوا مشاكل اللعيبه اللي موجوده، سواء تجديدات او كده، فالموضوع كان بالنسبه لهم محتاج وقت، الناس كانت مستعجله، والامر كان ما فيش في الكوره يا كابتن فاروق كن فيكون، لا، كل صحيح. حاجه لازم كانت تاخد وقتها. الدليل على كده كمان دلوقتي انت نادي الزمالك بقى له ماتشين دلوقتي من غير ساسي ومن غير مصطفى محمد وبيكسب، يعني برضو دي نقطه مهمه جدا لازم الناس تبقى فاهماها، انما مش معنى كده ان الزمالك هيفرط في مصطفى محمد وهيفرط في ساسي، لا، احنا محتاجينهم، ودول لعيبه كبار ولعيبه موجودين في الفرقه وهيكملوا ان شاء الله باذن الله، سواء مصطفى هيكمل الست شهور دول او هيحترف، او ساسي برضو هيكمل الست شهور دول او هيحترف، لا، انا مش شايف ان في مشكله عند نادي الزمالك خالص، نادي الزمالك عنده من ذخيره من اللعيبه القويه جدا، عندهم امكانيات عاليه جدا، مش عايزين نفرط فيهم، وفي نفس الوقت لازم هم يبقوا عارفين ان قيمه ومكانه نادي الزمالك هي الاساس، وهي اللي عملت، هي اللي بتعمل، انا اسم نادي الزمالك هو اللي بيصنع النجوم يا كابتن فاروق، مش حقيقة. النجوم هي اللي بتصنع اسم نادي الزمالك. دايما انا كابتن، يعني اللي يقول غير كده يبقى ما بفهمش حاجه طبعا. ما اصل في بعض الناس كانت بتقول لا، لو ساسي مشي، لو مش عارف مين لا مشي، طبعا. لو مين مشي الفرقه هتقع، نادي الزمالك بطل نجوم الكوره قبل كده، يعني لو قعدنا نعد يا كابتن فاروق نجوم وانت عارف كتيرة طبعا، نجوم كتيرة. هنعد نجوم كبار جدا 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 كانوا هم نادي الزمالك وكانوا هم الفرقه، ومع ذلك بطلوا والفرقه ما بطلتش، او النادي ما صحيح. بطلش او ما قفلش، فلا، نادي الزمالك هو اللي بيصنع النجوم، هو اللي بيصنع الاسماء، الجماهير هي اللي بتصنع الكلام ده كله، فمع الوقت يا كابتن فاروق ومع الماتشات
ان شاء الله باذن الله، والاستقرار اللي موجود دلوقتي ان شاء الله باذن الله الفرقه هتروح لبعيد، وهيبقى في نجاحات كبيره جدا في الفرقه الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن طارق انا بشكرك، شكرا جزيلا كابتن طارق السيد، نجم منتخبنا الوطني السابق ونجم نادي الزمالك السابق. يمكن واحنا